ما تنساوش تزورونا على لابليكاسيون طبخ ووصفات باش تستافدوا من كل هاد الوصفات اللي كاينين في لاشين ووصفات اخرى متنوعه، وممكن كذلك تبارطاجيو معنا الحداقات ديالكم وذلك باقتراح الوصفات ديالكم. السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين دي غازيل. هذا النهار هذا غادي نخملوا هاد المريح هذا هنا، وقلت نصور لكم انايا. يلاه فطرنا، غادي نجمعوا هاد الروينه هذه. انا وجدت المسائل باش غادي نصيغ. هانتوما يا عندي هنايا هاد البرودوي هذا ديال الزليج، تنصلوا به بحال ما هكا الزليج. هنايا جافيل ساني كروا، راه ندير التيد مازال. شوفوا على واحد الحاله كاينه هنايا، شوفوا شوفوا شوف بنتي كانت تتلون هنا تترسم تلصق داك المسائل ديالها. المهم الروينه صافي، الروينه الجو زوين، وقلنا ناخذ نخملو هنا. يلا جيت هاد الحيف هادو غادي نهزهم كاملين نخرجهم على برا. هاد الحيط هذا غادي يتحك، كلشي هاد الحيط هذا غادي يتحك بالتيتو جافي ان شاء الله. صافي نخرجوا التسيقه مع برا، نسيقوا قدام الباب حتى هو ضروري. صافي هادشي هو اللي غادي يكون عندي. ما غاديش نصور معكم هادشي حيت خاصني نحط التريبي هنا والماء وداكشي، ما غاديش نلقى كيفاش، ما غاديش نتحرك انا اليز قدام الكاميرا. النهار ديال التخمان ما تيكونش فيه التصوير. انا لبست المساند الرسمي ديالي هو صنداله الميكا. صافي وجدت المسائل ديالي، المعدات الاسلحه، غدايا موجود باش النهار اللي تيكون عندي التخمام تنبغي ندير شي حاجه لي فيت في ساهله، وما كاينش حسن من العدس، سهل منه ما كاينش. ودرته بالثومه ودرته بالمسائل ديالو كامله، شحرتهم مزيان وضفت العدس من بعد ما نقيته وغسلته. صافي زدت عليه الكوكوت واحد شويه بين ما فطرنا، ها هو طا. هذه هي وقيته، شحال هذه ما كليناه توحشناه. او اون بليس حاجه اخرى هو انه سهل في التحضير ديالو، وبحال ما كملي تتسالي التخمال تتبغي تكون الغديوه ديالك موجوده محطوطه، منشين يا الله تتسالي التخمال تكوني عيانه وعاده باش تجيك الساعات اش ناكل ولا اشنو نطيب ولا شنو كذا. صافي تنبدا بالغدا، هو الاولاني شي حاجه اللي ما تشدش ليا اليد بزاف، وما كاينش سهل من بحال ما هكايا من العدس. وتا هو بنين، حنا توحشناه شحال هادي ما كليناش. صافي ودرتو، درتو بالقوام ديالو، بالثومه، بمسائل، بالخرقوم، وبكلشي المسائل ديالو. صافي ونحطوه مع زويتات العود في هذا البرد هذا ومع العيا، ناكلو فيه ان شاء الله مزيان. هنايا الطبله ديال الفطور هنا كان يلا تنجمع فيها الكيك. هذا الكيك اليومي هو اللي فطرنا به، هو اللي كان محطوط في الفطور اليوم، مع ليدام مع الخبز والمسائل كل شيء. سميتو كاين هنايا التمر، حتى هو ضروري تنحطو انا في الفطور، تنبغي نفطر به. شنو حطيت السكيره كامله هي اللي حط طبي سلطه. صافي حطيت كل شيء اللي بغى يهز التمره ويهزو من سكيرته. اول ما فقت درت الغداء وصايبت بطيبيطات، دونك دابا درت واحد اربعه ديال البطيبيطات صغارين، غنخليهم دابا يخمروا ونطوندو انا نسيق ونجمع. ديك الساعات راه الا خمروا انا باقا ما كملتش ناخذ نطيبهم، ماشي مشكل. صافي دونك دابا الغداء ديالي موجود، الخبز ديالي معجون. دابا واخا خملت واخا كلشي، هذه باقا يلاه 9 ونص، يعني انه باقي عندي الوقت. صافي واصلا داك المريح ساهل، الزربيه ديالو ديجا راه مهزوزه. اول حاجه غندير بها هما هذيك راسه هادو، هما اللي غندخلهم للدار، غادي نحكهم مزيان بالتيجو جافيل. هما مديرينهم هنا في الكراج، حاطينهم غير على حساب بدينا بغينا نجلسوا في الجرده، ولا جا عندنا شي ضياف ولا شي حاجه، ولا حتى الا بغينا الوليدات يبغيو يخرجوا قدام الباب يلعبوا داكشي بناتي تنخرجهم ليهم يجلسوا عليهم. دابا راه ما تغبروا، مادام غنخمن غنخمن ناخذ نغسلهم نضرب عليهم بواحد الفركانيت. دابا هما الاولانيين غنبدا بهم. دابا غسلتهم مع ما بويض وداكشي، ولا بدات لي شويه ديال التيدو جافيل وحكيتهم بحال هكا، نشللهم ما باش بديت ونخرجهم على برا يتشمشوا ينشفوا تاع مايا. انا نهار ديال التسياق ولا بد الماء بحال ما هكا، ومواج ندير المواج في الدار، تندير البحر مع ديال التسياق تيكون عندي صح، وتيكون حاضر التيجوال حتى واحد ما خصني ندخل تنسالي رويت. بالنسبه للطريقه ديالي في التخمال كما قلت لكم، انا تندير التيدو جافيل وتنحك بحال ما هكا كلشي الحيط، ندوز عليه وكذا
هكا تندور بحركه دائريه صافي تنحك بالشيطه، وفاش تيتشلل تيولي لامع بزاف، تيولي الحيط تيلمع، هادشي هو باش زوين الفايانس. واختارينا حنا هاد الفايانس هذا في هاد اللون، داير فايانس في هاد اللون بيض خفيق خطيطات رقاق وكذا في الكري، جا مزيان دابا بحال ما كنتي يكون سامبل ما تتعيش منه العين، وتبقى لك ديما يجي لك مع كلشي. وباش زوين الفايانس هو انه فاش تسيقي ولا تشليه بالماء تيبقى تيبري، تيبقى لامع كما تنقولوا حنا كي المرايه. ندير هاد الدار السفليه، داكشي علاش درنا هاد الفايانس هذا هنايا، باش ما تبقاش معرضه للميديتي ومعرضه للبروده. راكم عارفين الدور السفليه تيكونوا شويه معرضين بحال هاد الاشياء هادي. صافي انا حكيت بحال ما هكايا بالتيد وبجافين، ودابا غنبدا نشلل. انا راه مازال ما وصلتوش، هو نفس الشيء غندير لهاد الحيوطه هادو ان شاء الله. هنايا ها هو شوفوا، ولا بد انا من المواج. بغيت نوريكم هذا البرودوي، هذا هو خاص للزليج ياك، هو زوين وكدايا تتغسلوا به الجليج وداكشي، انما ردوا منه البال. ملي تبغيو تستعملوه ديروا ليغون وعلى رجليكم، حيت هو قاصح بزاف، داير بحال الملقاطه. هو زوين وكدايا الفايانس وداكشي، ولكن ردوا منه البال حيت داير بحال الملقاطه. هانتوما شوفوا كيفاش تيتنفخ، دابا غادي نقلبو، تيجي مورق هاد البطبوط، تيجي مورق من الداخل، وراه بالخميره البلديه، ما فيهش كاع تحس تاع الخميره الروميه. ها هو البطبوط ديالي، ها هو تنفخ، هانتوما يا شوفوا كيفاش تنفخ. وها هو التبصيل ديال العدس بزيت الزيتون، انا تيعجبني فيه المذاق بزاف ديال زيت الزيتون من الفوق، تيجي لذيذ لذيذ مع الثومه. البطبوط ديالي ها هو طيبتو، وهذا البطبوط ها هو كيفاش تيجي مورق وزوين لذيذ، ها هو باش غادي ندوزو به هاد العدس. وهذا هو الغداء ديالنا، النهار ديال التخمال تيكون غير هكذايا خفيف ظريف، ماشي شي حاجه كثيره، ولكن حنايا توحشنا العدس وتيجي لذيذ. انا تيحمقني العدس، الا سولتوني ما بين الاطباق اللي تعجبني عندك العدس، العدس مع زيت الزيتون الثومه وداك الشيء تيجي لذيذ بزاف. دابا غناخذو نتغداو باش نرتاح واحد شويه، بركه مشغله الدار، وديك الساعات ناخذ نكمل العشيه ان شاء الله. العشيه غادي نمشي للحمام، دونك غادي نوجد العشاء ديالي على بكري باش نمشي للحمام في خاطري ان شاء الله. والفيديو الموالي غيكون الروتين ديال الحمام، اشنو تندير قبل واشنو تندير بعد ان شاء الله. هادو الطلامط اللي خملنا الصباح، داك الطلامط ديال داك المريح اللي خملناه الصباح، طلعت الطلامط ديالو هما يتصبنوا، طلعتهم باش ينشفوا. التوب ديالهم زعما صراحه زويون، ها هو يا رقيق، يعني انه ضاغي غينشف خلاص، الماكينه راكم عارفين تتنشف. صافي هنايا التوب ديالو زعما دغيا ينشف، من هنا لغدا ان شاء الله يصبحوا ناشفين. صافي هذه هي لونطري ديال السطح، حنا عندنا هنايا واحد الخزنه هنايا مديرينها دايما، المهم القشه وداكشي، هذيك اللي ليها الضوايه.
انا بغيت باش نتشارك معكم هاد الفريخات هادو، ها هما يا شوف كيفاش ديري لهم صراحه غير بحال ما هكا في الاول، ونطوندو ان شاء الله. انا دافعين لهم عند السدور واحد الحديد، بغينا نديرو لهم بالروايد باش نبقاو نحركوه داك الشيء. صافي ها هما هنايا، ديري لهم ديك الميكله ديالهم تنديرو لهم تما غيطيح يكفحها. ديما حنا تنبدلو لهم هاد الكارطونه هادي اللي لتحت، ولاني راه تيكفحوا عليها تيوسخوها ولا تنبدلوها لهم. هنا مديري لهم هذا داك اللي في القنت تما المهراز، ديري لهم فيه الماء على حساب هو ثقيل ما يبقاوش اللي درناها لهم تيكفحوها وتيبقى يفزق لهم داك الفراش ديالهم اللي لتحت. دونك درنا لهم مهراز بعدا مزيان ثقيل، هو ديال النحاس ثقيل دونك داير صافي. وبحال ما هكا هنا مشمش مضلل ومشمش مهوي عليهم بعدا كاين، ونطوندو نصايبو لهم هذا ديالهم. هنا راه عطيناهم شويه ديال الكسكسو في الاول، فاش يلاه جبناهم ما كانوش تياكلوا الماكله ديال سميتو، كانوا تياكلوا داك الكوانو ولا ما عرفتش شنو سميتو، ولكن بقينا معاهم بشويه بشويه تنخلطوه لهم مع الماكله. دابا راه ولاو تياكلوا الماكله ديال القمح داك الخبز بالقمح، تنعطيو لهم القمح نيت الشعير كلشي داكشي تنعطيو لهم تياكلوا. بحال دابا هذا الكسكسو هذا راه ملي درناه شايط علينا البارح راه جبنا عليهم هما راه تياكلوا واكلين. دابا كردي لك انا نوريكم ها هما يا الماكله ديالهم. هنا الخبز مرقدينو لهم مع النخاله، ان فوت يرتقد واحد شويه تيزيد يرطاب، ضرب فيه الشمس ضل ضربه فيه الشمس مثلا ديال اليوم، ولا نفرتوه لهم تيجي مقرمش صافي تياكلو تيعجبهم بزاف. هذا كذلك هنا مرقده لهم خبز، مهم عندهم زعما كاين حنا مديرين هنايا هاد العيبات هادو بغيت نشاركو معاكم ديال الحولي. فالعيد الكبير راكم عارفين تندبحو، وغالبيا انا تنعيد عند دارنا ملي كنت ساكنه في هوارة، كنت نجي تنعيد عند دارنا دونك حيت انا وحده اللي كاينه عندهم. مهم اسبت شي خطره في شي فيديو نشرح لكم علاش. مهم هنايا عندنا هاد العلاقات مديرينهم ملي كانت الاشغال درناهم بحال ما هكايا. هي الكارطاب ديال الاء صبنت عليها، وهذا هو المريح اللي خملناه اليوم غنبارطاجي معكم بيسكو طلعت باش نشرت الطلامط ديالو، قلت نوري لكم سميتو. ها هو خملناه، كانوا هاد الحيف هادو خارجين على برا، كنا مخرجينهم يتمشوا على برا. صافي هي الطبله ديالو فين حاطينها، هاي حتى الغدا ونعاودو نردوه عاوتاني. ندور الاطلاله ديالو على برا، ها هو الشرجم ديالو. هذا هو الشكل ديال الصالون بعد ما خملناه صافي، دغيا 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 تيتخمل دغيا كلشي. هي هنايا هذوك الطليمطات راه ما تصب منو، ورجعوا تلمط ها هو يا كيفاش. شوفوا الحيط كيفاش تيولي لامع صافي، سميتو دغيا دغيا تخمليه زعما ساهل، تيكون ساهل في التخمال ديالو سميتو بسهوله تخمليه صافي. الزربيه ما فرشناهاش، ما تنساوش تزورونا على لابليكاسيون طبخ ووصفات باش تستافدوا من كل هاد الوصفات اللي كاينين في لاشين ووصفات اخرى متنوعه، وممكن كذلك تبارطاجيو معنا الحداقات ديالكم وذلك باقتراح الوصفات. نتمنى انها تنال اعجابكم، نخليكم في امان الله على بروسين فيديو ان شاء الله. السلام عليكم.